الله يحسن عوانك ان شاء الله، ان شاء الله تلقي ناس اللي يحنوا فيك ويتعاطفوا معك باذن الله. لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر والعاجل من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه. معنا الان السيده اللي في هذا العمر هذا غتخرج تشرد في الشارع، غتخرج تنعس في الزنقه، غتخرج وهي معرضه ومهدده لاي شيء. الانسان لا يخرج الزنقة وفي الظلام الحالك ديال الليل وفي الأزقة وفي الشوارع الخطيرة في مدينة الدار البيضاء، فالله يستر أنه معرض لأي أنواع الظلم والاعتداء. هاد السيدة عامين دابا ما خلصتش الكرا، لأن كان جا واحد المرض وكانت تبدلت حياتها، كان الوفاة ديال الوالدين، كان بزاف ديال الحوايج اللي تراكموا عليها، ما بقاتش قادرة أنها تخلص الكرا ديالها. بعدها مباشرة واليوم بالضبط جاها تبليغ بالإفراغ، وفي هاد الأيام غتجي السلطات تخرجها. فعلا مولين الدار من حقهم، انهم انسان عنده دارو هي اللي كيصرف بها، هي اللي يعيش بها، ما غاديش يبقى شي واحد ساكن لي فابور. دعوها للمحكمه وخرج قرار على الافراغ وغيتنفذ في هذه الايام هذه. السيده كما كتشوفوا كتجمع في حوايجها وهي مجهوله المصير، يعني ما عارفاش فين غتمشي، ما عارفاش كيفاش غتعيش، ما عارفاش كيفاش غتلقى الزنقه، وهي مالفه ست على بابا وتغطى بمانطا، وهي غتخرج دابا للشارع والزنقه وزيرو درهم. يعني انسان زيرو درهم ما عندوش حتى باش يعني باش غادي ياكل. ف كنتمناو تلقى قلوب رحيمه اللي توقف معاها واللي تعاون معاها واللي فعلا محتاجه ليهم، محتاجه للمساعده ديالهم، محتاجه للتآزر ديالهم. فحنا غنسمعوا ليها، وحنا ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في الله عز وجل اولا، وفي المغاربه الاحرار والشرفاء اللي كيتعاونوا مع خوتهم ثانيا. هكا لالا، واخا شنو وقع ليك في هاد العامين خوتي؟ اخويا انا راه كنت كنخلص الكرا، كنت خدامه، كنت غاده بخير وغاده مزيان وكنخلص كرايه وداك الشيء. ولكن اخويا مني جاني ماتوا الوالدين، توفوا لي ودقه واحده في 2016، من 2016 وانا من الكرا كنت كنخلص وكنت غادا مزيان وبخير. ولكن في ايام قبل من الكورونا بشي ايامات جاني هاد الشيء ديال ضيق التنفس، ولاو كيقولوا لي الناس اللي خدامه معاهم ما عندنا كي غادي نديروا ليك، خرجي قلبي على راسك، راه ما عندناش، ما بقيتش خدامه معانا. كنمشي نقلب، لي بلاصه اللي مشيت ليها ما كنلقاش. مشيت اخوتي بغيت ندير نداوي راسي، ما عنديش باش. هذاك الشيء اللي كنت كنتخلص واللي كنت كناخذ كنت كنخلص به وناكل به ومخلصه معايا وضوي وغادي بخير. ولكن اخوتي مني مرات كلشي لاحلي، تخلى لي العائله، تخلى لي كلشي، ما بقى تحت كلشي، ما بقاش كيعرفوني، ما عرفوني لا ميته ولا حيه. دابا اخوتي مني جاني الافراغ، الناس انا عاضراهم ديالهم، ما عندي غادي ندير، ما في طاقتيش وما في جهديش، الله غالب. هاو الافراغ هاو جاني، راه ما كنكذبش اخوتي، هاو نتوما كلشي كتشوفوه على عينيكم، راه ما كنكذبش وكنقولش حاجه من الفراغ. انا فعلا هاد الناس صابرين معايا، صبروا معايا الله يكثر خيرهم. ولكن انا ما عندي كي غادي ندير لهم، ما عندي منين غنجيب لهم الفلوس ولا فين غادي نمشي. دابا خرجوا لي الاداء والافراغ، قول يا خوتي واش غادي نمشي نتشرد في الزنقه وانا مرا كبيره كنا باقا صغيره، وكنت صحيحه بصحتي نمشي نخدم على راسي، نمشي نخدم وكامل نكمل المشوار ديالي كما كنت. ولكن خوتي ما عنديش، حتى واش ندوز على راسي، ماكله ما لقيتش واش ناكل، ما لقيتش واش تصير تصير، والله لا عارف بحالتي كي دايره. وانا ما كنسول، ما كنهضرش على ماكلتي ولا مرضي، انا كنهضر على ديال الناس، اخوتي انا نخرج للزنقه، غادي نتشرد في الزنقه، واش تي باغيني نخرج؟ ما قالوا لك لا والو، تعطينا فلوسنا وتخرجي، ما عندنا كي غنديروا لك، ما بغاوش يتساعدوا معايا حتى شي مساعده. درت معاهم جهدي اكثر من جهدهم، ما بغاوش. قلبت على الناس المحسنين، قلبت على، ما خليتش فين مشيت والو تاد. قالوا لك حق عيط ما والداش، وما عندكش الراجل، وما عندك، كي غنديروا لك. وانا خوتي كي غندير؟ طلع الزنقه، ندير كرتونه بالزنقه. انتوما كتشوفوا بحالتي كي دايره، ما عنديش الجديده جديده، الله راه كنهضر معاك والله العظيم ما كتعرفوا حالتي كي دايره بالداخل، كنبكي بالدم، ما قدرتش نهضر، كنهضر بزاف مني. اسمحوا لي اخوتي، قلت شي هضره فيا. ماشي اول مره يعني كتصوري بعض المرات، كتعاونوا معاك ناس كيعيطوا لي اخويا، ولكن ما كاينش شي مساعده اخويا، كاينين اللي باغيين غير يضحكوا لي ويتفلاو لي. وانا اخويا واش انايا وجهي واش داك الشيء؟ انا كون بغيت هذيك تفيا ما غنديش هذا، الله يبارك، وما غنهضرش هذه الهضره. واخا دابا حاليا عندنا ما تيقدرش تخرج الزنقه.
دابا حتى غير باش ما عنديش فين نمشي وما عنديش اللي يكون بيا وما عنديش كيفاش غندير. فران كل الاخر ما عنديش في جيبي باش نعطيه لهم. والله العظيم انا ما لاقيه من ناكل. الثلاجه خاويه، الفران خاسر ليا تهرسيه، كلشي داك الشيء ديال حياه والديا، الموال كلهم خسروا ليا. ما عنديش كيفاش غندير، ما عنديش ما نبيع. كون عندي ما نبيع انتما كتشوفوا حالتي كي دايره. كون عندي ما نبيع نبيع ونعطيهم رزقهم، ما ناكلوش رزقهم، ولكن الغالب الله ما عندك غادي ندير. هذا الجهد هو جهدي، ما عندك غادي ندير. وانا خوتي دابا غير نخرج الزنقه، انا مزوقه فيكم. الا بغاو وقفوا معايا وقفوا معايا، الله يكثر خيركم، الله يحفظكم ويخلي لكم صحتكم. يعني شنو الوفاه فوق على الموت ديال والديك تي ضراتك؟ بزاف 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 اثرت عليا بزاف، وبالاخص الوفاه ديال المهمه ديالي الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين يا ربي. مات خويا وماتت امي وماتت با زقه وحده في هذا الدار، ولا ماشي مشكله، ماشي مشكله دير الله عزيز وهو عزيز والله عز منهم. انا ما عنديش مشكله، انا مكتب عليا داك الشيء، ولكن اخوتي راني مرضت، مرضت اخوتي مرضت. المرض وليد عليا هادشي كله، اثر عليا الموت ديال الوالدين، واثر عليا صحتي مشات ليا، واثر عليا صدت انا تزرت وليت مشرده وليت ضايعه. وانا اخوتي ما كنتش بحال هكا، والله لا علم انا ما كنتش بحال هكا، والله لا علم. كلشي عاد بيه غير الله، راني ما كنكذبش عليكم. وسمحوا لي الا اثرت عليكم ولا قلت لكم هاد الهضره وقويت عليكم. راني جديده جهد الله اخوتي، الا ما وقفوا معايا انا مزوقه بيكم. 07 06 86 76 78 28. الله يكثر خيركم اخوتي، لما تعاونوا معايا تعاونوا معايا. راني اختكم تانا، اختكم بسلمى، راه ماشي 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 بنت الزنقه ولا بنت الشارع ولا لا، راه مولفه غير بالدار الخدمه، الدار الدار الخدمه. ولكن اخوتي كي غادي ندير؟ راه جاني جاني الله دابا غادي يولي خارج الزنقه، كي غادي ندير؟ صافي الى جاني الافراغ دابا بقات لي غير الورقه تجيني، الحكم تحكم ليا، بقاتني غير الورقه تجيني. الا جاتني الورقه صافي غادي خاصني نخرج الزنقه. بديت كنجمع في الكراطون ونجمع في داك الشيء باش نبي ندير الحوايج، ما عنديش واش غادي نديرهم. الله يرحم لكم الوالدين اللي ما وقفوا معايا خوت.